اللي قدامنا ده يا جماعة هو الأسد كين كيتيل، واحد من أقوى أسود سابيساند، بما أنه واحد من عصابة المابوجو. أسود المابوجو اللي اتكلمنا عن قصة مستر تي وبعض الأسود منهم. الأسد كين كيتيل كان أقرب أسد فيهم للأسد مستر تي. في الفيديو ده جايب لك أحداث اليوم الأخير من عمره، اليوم اللي اتكتبت فيه نهايته الوحشية على إيد الماجن جلانس بعد ما هرب مع أخوه مستر تي من المابوجو. سريعا للي ما يعرفش كتير عن كين كيتيل، هو أحد الإخوات الستة ويعتبر الحليف الأكبر للأسد مستر تي، وده الأسد اللي اختار انه يهرب مع مستر تي بعد معركة مستر تي مع المابوجو. وبرغم انه ما كانش من الاسود البارزين، الا انه كان السند الحقيقي للاسد مستر تي. ده اليوم اللي خرجوا فيه وهربوا من المابوجو، والاسد اللي ما بين فكهم ده هو احد اسود الماجن جلانس. في اليوم ده الصبح زي ما اتفرجت، الاسدين مستر تي وكين كيتيل اتقابلوا في احد اسود الماجن جلانس، وفورا وبدون تفكير الأخين هجموا على الأسد ونهشوه ما بينهم علشان يخلصوا على أحد أسود الماجن جلانس ويكملوا تحالفهم القوي وعلاقتهم القوية اللي بدأت من صغرهم. واللقطات اللي انت شايفها دي لقطات بالليل لنفس اليوم اللي قتلوا فيه أسد الماجن جلانس. في اليوم ده كان الأسد كين كيتيل لوحده، في حين ان الأسد مستر تي بعد عنه شوية، وفجأة زي ما انت شايف أسود الماجن جلانز خرجوا من العدم وهجموا على كين كيتيل. هجوم بمنتهى الوحشية، التوقيت ده بدأوا الماجن جلانس زي ما انت شايف يتمكنوا من الأسد القوي كين كيتيل. إصابات كبيرة قدروا يسيبوها له في أكتر من منطقة، لحين ما تمكنوا من إن هما يكسروا عمود الفقر. الإصابة اللي صابته بالشلل الفوري وخلته على وشك الموت على ايدين الماجن جلانس، اللي انا الحقيقة بمدح موقفهم لانهم انتقموا لاخوهم وفي نفس اليوم. وفي عز ما كان الماجن جلانس مسيطرين، فجأة ظهر مستر تي، وبمجرد ظهور الوحش مستر تي هربوا الماجن جلانس، إلا إنهم قسموا نفسهم لمجموعات، ومجموعة ضللت مستر تي والمجموعة التانية كملت هجومها على كين كيتيل. اللي سقط في النص ده هو كين كيتيل. وبدأوا يكرروا هجومهم عليه لحد ما مستر تي غاب عنه، وبعد ما عجزوه فضلوا عاملين حواليه دورية عشان يتأكدوا انه مات. ومات كين كيتيل، الشريك الاول والاخ الاقرب لمستر تي. اما
أما المقاطع اللي هتشوفها دي فهي مصير جثته. الأسد القوي جثته اترمت في البرية، وتقريبا كل الكائنات اتغذت عليها، طيور زي ما انت شايف، ضباع، حيوانات مفترسة صغيرة، لحين ما تبقاش غير اللبدة اللي انت شايفها قدامك دي، اللي الضبع خدها ببقه وطلع يجري بيها في سبي سند. انت متخيل ان الاسد القوي يتحول للمنظر اللي انت شفته ده؟ يا جماعة دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، سواء حيوانات او بشر. اتمنى يكون المقطع عجبك، هكون سعيد جدا لو انضميت لأسرة أرض العجايب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو، واشوفك الفيديو اللي جاي على خير.